بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله نبلش حل أمثلة. فنشوف أمثلة، قلت لك عندك 3 حالات. رجع من عيد. شو بيحكي؟ نحكي إنه إحنا السؤال أول إشي يعطيني نوع الأنبوب والتدفق والسرعة. الأنبوب بيطلب من الهيدلوسيس، طبعا مش ممكن يعطيك إياهم بشكل مباشر، يعني السرعة ممكن أنت تجيبها من كونتينيوتي، من برنولي إلى آخره. يعني لا تفكر إنه الأسئلة راح تيجي مباشرة، انت بدك تحسب برنولي قبل ما توصل هاي. يعني ممكن تعمل 4 و5 و6 ما توصل للي بدك اياه. تمام، نيجي لهون. يلا اول مثال، ووتر عند درجه حراره 20، هاي عشان الفيسكوسيتي. تمام، فلو ات ريت، هاي اعطاني كيو، لاحظ ما اعطانيش السرعه، اعطاني كيو 0.05 ديمتر 20، ونوعه اسفلتد كاست ايرون بايب. وات از ذا هيدلوس كيلومتر اوف ذا بايب؟ تمام، اللي بده الهيدلوس كيلومتر، يعني بده الهيدلوس اذا عندي انا الطول 1000، فكر السؤال، كيلومتر يعني 1000 متر، ديميتر 0.2، شو نوعه؟ اسفلت كاستد ايرون. شو يعني؟ مشان اجيب الاي، الاي بدور على اسفلت كاستد ايرون، كاست هاي اسفلت كاستد ايرون، هيها من اي 0.12، الاي 0.12 ملي متر. تمام، اعطاني كيو عندي متر، فبجيب الفيلوستي مباشره، كيو على اريا، كيو على اريا بجيب الفيلوستي. تمام، فشو صفى انا؟ شو عندي؟ قانون الاتش فريكشن، اتش فريكشن واف وال على دي ضرب بي تربيع على 2 جي. تمام، الفيلوسيتي معي جي 9.81، الديميتر معي والال معي، ناقصني الاف. يلا اف تطبيق مباشر على القانون، بجيب الاف، بجيب الرونالد نمبر، هو عبارة عن فيلوسيتي معي، ديميتر معي، فيسكوسيتي معك في السؤال، بعطيك اياها تحت، 1.14 قوة سالب 6 يطلع معك كأنه 1.32، مش مهم، نجيبها من الكتاب، نجيبها من اي مكان، يعني مش راح تكون مجهولة. بجيب الرن نمبر، اي على دي مع الاي 0.12، الاي بتساوي 0.12 للديميتر، الديميتر 20 سنتي. تمام، هذا 20 ضرب 10 قوة سالب 2، وهي مليمتر بخليها متر، بضربها ب 10 قوة سالب 3. طلعت الاي على دي، طلعت الرن نمبر، بروح مودي ديجرام. انا هسه بجيب ارقام من الدوسية من الحسابات. الفكرة انه هيك تحل، هيك الحل، بدك ال H فريكشن و F في L على D في V تربيع 2G. يلا F في L على D في V تربيع 2G، جبت ال velocity بتساوي Q على area 0.05 على 4 في 0.2 تربيع، بتطلع معي 1.59 run number 1.59 في 0.2 في 1 في 10 قوس سالب 6، طلع معي هذا الرقم. هذا الرقم أكبر من 2000، أكبر من 2000 فهو turbulent. شو يعني turbulent؟ تروح مودي ديجرام، جيب الـ E، E 0.12 مليمتر، والديميتر 20، تطلع مع الـ E 0.306. شوين بروح؟ بروح على المودي ديجرام. يلا شوفوا كيف الحل، هيك احنا بنحل. الرونالد نمبر كم طلع معي؟ طلع معي هذا الرقم، هذا الرقم يعني 3.18 في 10 قوة 5، بروح على ال 10 قوة 5، هي ال 10 قوة 5، يمكن مش واضحة، الكتاب واضحة. 10 قوة 5 هاي الاثنين، هاي الأربعة، في الثلاث بيناتهم، يعني تقريبا هون، خلينا نطفي الخط، يعني تقريبا هون هاي 3.18 10 قوة 5. قديش طلع معي الـ E على D؟ الـ E على D طلع 3.06، 3.06، 3.06، هيها. فشو بعمل؟ بمشي خط مستقيم، بعدين اول ما اوصل ها بعد الخط المنقط بروح بمشي كيرف، بمشي كيرف مع المنحنى، هاي المنحنى، المنحنى، المنحنى معي، نضربوا بعض صح. شو بعمل؟ الفريكشن فاكتور، بمشي من نقطة تقاطعهم، بمشي خط مستقيم، هاي 15 16، هاي 20، هاي تقريبا 19 18، بالرنجات هاي. شو ما اخذتها عادي، افرض انها 0.019، هيك الكتاب طلعها.
تمام؟ معي هيك، شو بعمل هسه؟ فالقانون، القانون تبعي يو 0.019 1000 هون 0.2 الفيلوسيتي 1.59 والجاذبيه 2.781 خلص السؤال. هاي طلع معي 0.019 وهي توضيح للرسمه، توضيح للرسمه زي ما انا عملت. رول نمبر هون اي على دي هي 0.06 بعدين مشيت معي الكير مشيت خلاص بقي بحكي 0.019 ضرب 1000 ضرب 0.2 ضرب 1000 ضرب 1000 بيطلع معي السؤال. هذا شو صار؟ هذا السؤال، هذا السؤال ماله؟ أول حالة من الأسئلة، أول حالة من الأسئلة، تطبيق مباشر، ما في شيء صعب، في شابتر كثير سهل. السؤال الثاني: The headless per kilometer 20 سنتيمتر asphalted casted iron pipe is 12.2. يعني معطيني، معطيني إيش؟ headless friction 12.2، ومعطيني متر 20. Asphalted casted iron يعني الـ E.12 حفظي يعني معطيني الـ headless والـ diameter والـ E الـ L كيلومتر يعني 1000. طالب مني، طالب مني الـ Q، طالب مني Q. هذا السؤال هو نفس اللي قبل، سؤال نفس اللي قبله، كيفين نفس اللي قبله؟ اللي قبله معطيني الـ diameter طول 1000 متر Q.05 وطلع معي الـ headless كم؟ 12.24. هذا السؤال اعطاني الهيد لوس وطالب الكيو، يمشي بشكل عكسي، يعني انا لازم لما اخلص حل تطلع معي الكيو هاي القيمه، تطلع معي الفيلوسيتي هاي القيمه. يلا كيف نحل هيك اسئله؟ وشوف معي، انا عندي هذا القانون الهيد لوس في ال على دي في فيتر بي 2 جي ات ال 12.2 ال 1000 رحت قسمت على 1000 تساوي الفريكشن فاكتور ضرب الواحد اللي هي ال 1000 نفسها ال 1000 نقلتها لهون تمام، يعني هاي هيك 12.2 تساوي 1000 دي في تربيع 2 جي تمام. تالي شو عملت انا؟ الألف رحت حطيتها هون بالدوسية خليت هاي واحد تمام، هايها مش مشكلة. شو بطلع عندي؟ اذا بتلاحظ عندي هون مجهول في اف. هسه كيف طريقة الحل؟ أنا أكتب البروسيجر عشان تكتبها عندك تطبق معي سؤال. طريقة الحل: أول خطوة افرض، افرض في سرعة بدلالة دلالة F. كيف يعني؟ هنا عوضت الأرقام بحيث إنه تطلع معي الفيلوسيتي تساوي جذر كذا 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 F. تمام؟ ثاني خطوة افرض F زي ما بدك. إذا بتكش تفرض أف زي ما بدك بقول لك عادي تمام. في طريقة أسهل شفت جديد بعد ما كتبت الدوسية واللي هي تفرض إنه إنه السؤال فول تيربلنت يعني بدون ما تفرض أف، بدون ما تفرض أف تمام، بدون ما تفرض أف تفرض السرعة الفول تيربلنت تمام. الـ A على دي كم؟ شو طلعناها؟ نفس السؤال الديمتر 20 والـ A.12 3.6 تفرض إنه فول تيربلنت يعني أرجع على المنحنى، أرجع على المنحنى افرض انه فولي تيربلنت يعني هاي 0.06 فولي تيربلنت ضلك ماشي مستقيم. كم هاي بتطلع؟ بتطلع تقريبا 0.018 تقريبا. شو بعمل؟ بروح على القانون خلاص امسح هاي القانون اللي انا استنتجته اللي هو هذا افرضها 0.018. سبحان الله انا فرضتها من عندي، انا فرضتها من عندي مش زي هيك سبحان الله صدفة الأمانة والله. أنا لما صورت الفيديو صورته بدون ما يعني بدون ما أجرب إنه إيش؟ لأنه أنا عارف إذا فرضت أف شو ما بدك نهايتك توصل نفس الجواب، نهاية توصل نفس الجواب تمام. فرضت أف 0.018 شو بسوي؟ بسوي حط الفيلوسيتي بتساوي جذر الرقم هذا على 0.018 كالتالي طلع معي الفيلوسيتي 1.63. شو بعمل؟ القيمة مش صحيحة، فرض فرض ثاني القيمة مش صح. شو بعمل؟ ال 1.63 شو بروح بسوي فيها؟ بس صار معي فيلوسيتي يعني بطلع النورمال نمبر فيلوسيتي 1.63 متر المقام اللي هو الفيسكوسيتي 1 في 10 قوة سالب 6 قلنا طلع قيمة النورمال نمبر، بس طلع قيمة النورمال نمبر هو على المودي النورمال نمبر طلع معي هذا الرقم
رأيت مول 2 6 في 10 قوة 5 والاي على دي كذا. روح على المودي دايجرام، روح على المودي دايجرام مرة ثانية. 3.26 تقريبا هون 0.06 ببلش اطلع من مع الكيرف، الكيرف مع الكيرف مع القيمة بتطلع كم معي؟ بتطلع معي 0.019. طلعت معي الفريكشن زي هيك. شو بعمل هسه عشان تضمن حلك انه صح؟ رجع بتعوض بهاي المعادلة، بتعوض 0.019. طلعت السرعة قريبة من هاي كثير معناته حلك صح، السرعة مش قريبة منها بدك ترجع تكمل كمان مرة. أيوة لما تعوض 0.019 تطلع معك سرعة 1.59، 1.59 قريبة من 1.63 بقول لك اه. معناته شو؟ تو خلص بتحكي الكيو بتساوي الفيلوسيتي في الاريا بتطلع معك هاي القيمة وبخلص الحل. برجع بعيد، خطوات الحل. افرض السرعة دلالة F، بعدين بتطلع السرعة كقيمة، بعدين بتروح على مودي ديجرام، بتروح على مودي ديجرام بتطلع أو بتروح بتطلع السرعة كقيمة، بعدين بتطلع الرينولد نمبر، الرينولد نمبر. بعد ما تطلع الرينولد نمبر معك الإي، معك إي أدي ومعك الرونود نمبر، معك الرونود نمبر، فشو بتعمل؟ تجيب قيمة F. لما تجيب قيمة F عوضها في السرعة الأصلية. إذا طلعت السرعة قريب من السرعة اللي طلعت معي أول إشي معناها هي القيمة الصح، لو طلعت بعيدة كمل مثل الخطوات السابقة. كيف يعني كمل مثل الخطوات السابقة؟ خلص هاي الخطوات انت اكتبها وطبقها، هاي سؤال بزبط معك. كيف يعني ما طلعتش نفسها؟ طلعت 101.63 جيت حليت مع السرعة مش 1.59، افرض انها طلعت 2 مثلا، افرض طلعت 2، 2 قريبة من الواحد ستة، في فرق 4 بالعشرة مش 4%. شو بعمل؟ بجي هاي الاثنين اللي طلعت معي صحيحة، شو بعمل؟ الفريكشن اللي أنا طلعته نفرض إنه ما كانش هذا الرقم، نفرض إنه كان 0.015، نفرض طلعت هاي القيمة معي، شو بعمل؟ القيمة بعوضها هون بتطلع معي سرعة، السرعة برجع بطلع الرنود نمبر وبروح مودي ديجرام بتطلع معي سرعة جديدة، السرعة الجديدة قريبة من الاثنين حل صح، قريبة منها عيد الحل. كمل كمان مرة، بس أنت دائما خذ القاعدة مرة ثانية بالكثير بتكون طلعت جواب. تمام؟ الخطوات زي اسمك، افرض اف، طلع السرعة، طلع النمبر، طلع إيه معك إيه على دي، الاف تخلص السؤال. في سؤال ثاني على هاي الطريقة. سؤال ثاني، هسا مشان تعرف إنه مش كل إشي مباشر، هو كان طالب مني كيو، وطالب مني كيو، أجيب إيش؟ كونه طالب منك كيو فانت معك الفيلوسيتي ومعك الديميتر بطلع معك الحل. هذا السؤال ووتر درجة حرارة 20 الديميتر 50 اوجد الديستارج اوجد الكيو. هسا لاحظ احنا شو حكيت لك هون؟ حكيت لك انه الحالات في الاسئلة هي ثلاث حالات، يعطيك القطر والانبوب والهيدلوس ويطلب منك كيو. طيب في السؤال هذا، السؤال هذا اعطاني الهيدلوس 12.2، هذا السؤال اعطاني الهيدلوس، شو اعمل؟ لك اه انت هون بتحل الشاطر، انت بدك تطلع الهيدلوس من معادلة الانرجي ايكويشن. كيف يعني؟ بك تعال نقطة واحد، نقطة اثنين، زد ون يعطيني اياها 40، زد تو تساوي 40، تمام. الال 100، الال مش مشكلة، ديميتر 50 منيش؟ هذا فتحة، هذا سطح الخزان، واحد صفر فتحة، اثنين تساوي صفر، تمام. انا طالب منك كيو، ما ايش الفيلوسيتي؟ فيلوسيتي مجهولة، هون الفيلوسيتي تساوي صفر، تمام. شو بسوي هسه؟ معادلة برنولي، بي واحد على جاما، بي واحد على جاما كم؟ صفر، زد واحد 60، بي واحد صفر،
في بمب بين نقطة واحد واثنين، لا زائد صفر، تنساش البمب والتوربين، تساوي بي تو صفر. زد تو أربعين، بي تو مجهولة، بقول بي تو تربيع على اثنين، تو تربيع على اثنين جي، في توربين لا، هيتلوس زائد هيتلوس، زي هيك بتحل، هيك بتحل. فشو بصير معك؟ بتقول لي الهيتلوس يساوي 60 ناقص 40 20 ناقص في 2 تربيع على 2 جي، تمام؟ قيمة الهيدلوس. هسا الهيدلوس هو شو قانونه؟ هو اف ضرب ال ال 100 على دي اللي هي 0.5 ضرب في تربيع على 2 جي، شو بتساوي هاي كاملة؟ 20 ناقص في تربيع على 2 جي. لاحظ هسا معك، لاحظ، خلينا نفتح وايت بورد، لاحظ انه انت معك مجهول، شايف هون 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 كلمه، هون كلمه انه الفيلوسيتي، انه الهيد لوس معك، مش الهيد لوس معك، انت بتقدر تجيب قانون بالهيد لوس بحيث انه يعطيك معادله تقدر تحل منها. لاحظ هاي المعادله فيها المجهول الفريكشن فاكتور الفيلوسيتي، مجهول فاكتور الفريكشن فاكتور والفيلوسيتي، انه المجهول الفريكشن فاكتور والفيلوسيتي بنفس الطريقه، بطلع الفيلوسيتي بتساوي كذا 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 اف، مثلا افرض الاف، بس افرض الاف تطلع معي فيلوسيتي، بطلع رونالد نمبر معي الاي على دي، جيب الاف بقارنها مع الاف اللي قبلها، او بجيب الاف بعوضها هون، نفس السرعه اللي فرضتها، مش نفسها، كمل حل وهكذا. يلا خلينا نتبع الحل بالدوسيه. شو نوعه هذا؟ ستيل باي، ستيل باي، تمام. هاي معادلة برنولي، بقول 60 زائد 40 ففي تربيع زائد هيدلوس، هيدلوس 20 ناقص في تربيع 2 جي، بطلع آخر شيء برتب الحدود، بتطلع معي الفيلوسيتي بتساوي جذر 392 على 200 اف زائد 1. فرضت اف بوينت او 2، بتكش تفرض اف بوينت او 2 عادي، كم الاي عندي؟ الاي عندي 0.45 والديميتر كم؟ نص. كيف جبت الاي؟ قال لي هذا ستيل باي، رجع للجدول. ستيل يستيل 0.45، انه هاي كان مش عارف، المهم مش مشكله اصلا، يمكن كانت في السؤال. شو بنعمل؟ بالاي على دي، ليش الاي على دي بتطلع؟ الاي على دي اول شيء قديش طلع الرنود نمبر؟ انا فرضت السرعه، فرضت السرعه طلع معي هالقد. لا احنا قبل ما نفصل السرعه، لا انساكت منها، اللي على دي كم؟ 4.9، 4.9 شو يعني؟ طبعا مدة جرام، مدة جرام 4.9، هون 4.5، يعني 1 2 3، هاي 4.5، 1 2 3 4، 4.9 يعني اقل من 3.1، يعني هون شو بعمل؟ مش خط مستقيم، تمام؟ افرض انه الاف هي بيناتهم كم؟ بيناتهم تطلع 0.012 مثلا، افرض الاف هالقد، افرض الاف هالقد، ليش تفرض زي هيك عادي؟ انا شو فرضت الاف؟ فرضت الاف هون، فرضت 0.02، لو انت فرضت 0.012 نفس الجواب، والله راح تطلع هاي سرعه مختلفه، تمشي مدة جرام واخر شيء تطلع نفس الجواب. افرضها انت 0.012، تمام؟ افرض 0.02، خلص ملتزم زي حل الدوسيه، بس انت اذا بدك تحل بايدك شوف انه كيف يطلع معك نفس الجواب. 0.02 طلعت الفيلوسيتي، طلعت رنود نمبر معي اكبر من 2000، فشو بعمل؟ بجيب الاي على دي وعلى مودي ديجرام طلع معي 0.012، هاي القيمه مش هي، بعيده عن فرضي. ليش؟ هاي 0.012 وهاي 0.02 بعيدة عن بعض، بعاد عن بعض. شو بعمل؟ بجيب الفيلوسيتي، شوف الفيلوسيتي 10.7، الفيلوسيتي هون كم؟ 8.8، بعيدة عنها 10.7، جاب بجيب فريكشن رونت نمبر على الاي على دي، تطلع معي الفريكشن 0.012، فالجواب هو 0.02. لاحظ لما انا فرضته فولي تيربلنت كثير قريب الجواب، كثير قريب. هذا هو اللي بصير معك، بصير معك انه انت طلع جوابك دائما قريب من الفولي تيربلنت، فافرض فولي تيربلنت. لاحظ انا هون بالدوسيه فرضتها في 0.02، لما حليت 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 اخر شيء جاب لي الجواب 0.012، كتاب يمكن حل قيمه ثانيه كان بتذكر فرض 0.015 هكذا.
هاي الحل هيك انا فرضت 100%. السرعة 10.7، فآخر شي طالب الكيو، الكيو الفلوستي في الاريا، وبخلص. تمام، نوقف الفيديو عشان المثال الثالث بده شغل.